طبعا لنتكلم اكثر عن كيفيه التعامل مع الاصابه بالثعلبه وايش خطوات العلاج الطبيه وايضا التجميليه لعوده كثافه الشعر. يسعدني يكون معي هذا الصباح دكتور انور الحمادي، سعيده جدا بتواجدك معنا في صباح الخير. هند، ولا نقول دكتوره هند، ما شاء الله من بعد هذه اللقاءات الكثيره بالاطباء صارت الهند اظن دكتوره. تفضلي الشهاده. دكتور، بدايه مين الاشخاص اللي معرضين للاصابه بالثعلبه، وهل هناك مؤشرات او عوامل للاصابه بالثعلبه؟ داء الثعلبة مرض مناعي، لا يوجد سبب محدد. شو يعني مرض مناعي؟ مرض المناعي كلنا عندنا مضادات موجودة في أجسامنا وظيفتها أنها تحمي بصيلات الشعر على سبيل المثال، لسبب غير معروف تقوم تهاجم بصيلات الشعر. فهو المرض غير خطير، غير معدي، لكن مزعج، انزعاج نفسي كبير، ليس على المريض نفسه لكن كذلك حول المريض، بالأخص في حالات مثلا الأطفال. طب دكتور، شو اللي بيحصل في فروة الرأس؟ اللي بيحصل هو طبعا مثل ما قلت هو خلل مناعي بيصير، وسبحان الله بين يوم وليلة فعلا الشعر ممكن يكون مفقود. فنعمة الصحة دائما احنا الواحد أكيد. يصحى من نومه يشكر ربه على نعمة الصحة. فمش أي فقدان للشعر معناتها هذه إنها ثعلبة. الثعلبة بتعريف الثعلبة بقع خالية تماما من الشعر، لا يوجد احمرار، لا يوجد قشرة، لا يوجد حكة. حالات كثيرة، يمكن أشخاص كثيرين بالأخص مثلا عند النساء، وين أغلب الحالات لما تجيني أنا؟ تجيني من بعد زيارة الصالون مثلا. ممكن الوحدة تروح الصالون، عاملة الصالون تقول لها والله أنت عندك بقعة في الخلف ما فيها شعر. من بعد هل هو معدي؟ لا، غير معدية، وهي هذا سؤال ضروري طبعا، غير معدية حتى لو كانت شدة الثعلبة ثعلبة كاملة مثلا. طب بعد الإصابة يعني الشخص اللي بيستعمل أي مشط أو أي شيء ما في مخاوف؟ لا توجد أي مخاوف، غير خطيرة، غير معدية. وحالات كثيرة هندي يعني للأمانة، بالأخص في حالات الأطفال مثلا اللي يعانون من الثعلبة الكاملة، ممكن هم مش منزعجين منها ولا يحسون بأي شيء، لكن أحيانا للأسف النظرات اللي حوالينهم، البعض يعتقد والله هذا المريض ممكن مصاب بالسرطان ولا ياخذ الدواء الكيماوي، فالنظرات هذه اللي حوالينهم تزعجهم بشكل كبير. فلذلك ما نتمنى هذه النظرات، نظرات الشفقة، بالعكس حلو التعاطف، بس أحيانا بعض المرضى لسان حالهم يقول هدونا في حالنا احنا ماخذين علاجاتنا. وللأسف موضوع الثعلبة من أكثر المواضيع اللي فيها خرافات. مثل إيش؟ بشكل كبير مثلا الخرافات اللي موجوده، الثعلبه في منها ذكر وفي منها انثى. الثعلبه صح يونيسكس، لا ذكر ولا انثى. يعني على هذا الموضوع الذكر، جاني مره مراجع وعنده ثعلبه في اللحيه، ثعلبه يعني بشكل شديد. اول ما دخل العياده قال يلا دكتور بسرعه خلينا نحقنها. فقلت انت ليش مستعجل؟ قال لان هذه ثعلبه اللي عندي ثعلبه انثى. قلت ليش انت يعني انها تنتشر اكثر؟ قال انها عنيده. قلت له صحيح الاناث عناد كثيرين منهم، لكن مش معناته ان هذا. فلا توجد ثعلبه ذكر ولا انثى، ثعلبه ثعلبه. ثعلبه مثل ما ذكرنا مرض مناعي، لا يوجد سبب معين، لكن في عوامل مساعده ممكن خلينا نقول تهيج الثعلبه. مثلا العامل النفسي ما في شك، العامل النفسي له دور كبير في اشياء كثيره. اللي فيهم الثعلبه حالات كثيره ممكن يكون عندهم خلل في الغده الدرقيه. بس حالات كثيره من اللي يعانون من الثعلبه، العامل الوراثي طبعا ما في شك يلعب دور. العامل الوراثي ممكن بنسبه 30% من اللي عندهم بالاخص الثعلبه الكامله نلاقي احد افراد العائله ممكن يكون عنده ثعلبه، او الامراض المناعيه المشابهه مثل خلل الغده الدرقيه او البهاق على سبيل المثال. نعم. ففي امراض كثيره. احد المؤشرات، يمكن قبل ما نطلع على الهواء سالتيني هل في مؤشرات على شده الثعلبه؟ الجواب نعم، الاظافر. اول ما يجيني المريض عياده اول شيء اسوي القي نظره على الاظافر. فالمريض يقول انا جاي عشان شعري، ليش تلقي النظره على الاظافر؟ لان وجود اي تشوه او تغير في الاظافر هذا مؤشر على هذا يسبق الاصابه بال نعم. مش شرط، مش كل الحالات، لكن بالأخص الثعلبة الشعر. طب الدكتور، قديش بيستمر أو تستمر الإصابة بالثعلبة مع أي شخص مصاب؟ لا توجد مدة معينة. في حالات سبحان الله تطلع لهم الثعلبة، خاصة الثعلبة البقعية، هذه سهلة جدا بالحقن الموضعي، ممكن بعد جلسة أو جلستين ينبت الشعر. وفي بعض الحالات للأمانة حتى من غير أي علاج ممكن يرجع الشعر. لذلك النصيحة لكل المشاهدين، الله يعافي اللي يعاني من الثعلبة، العامل النفسي له دور كبير جدا. طيب الدكتور، شو الجديد في الطب أو سواء طبيا أو تجميليا لعلاج الثعلبة؟ شو أول الخطوات؟ الحمد لله الخبر السار لكل المشاهدين واللي يسمعونا حاليا، صار تطور كبير في علاج الثعلبة. قبل سنتين أو ثلاث سنوات لا يوجد أي علاج طبي معتمد في العالم كله، الحين صار عندنا حبوب معتمدة طبيا لعلاج الثعلبة طبعا للبالغين. وحاليا في شركات من ضمنها مثلا شركة فايزر شغالة على دواء فايزر كمان بس يعني هذا إن شاء الله يكون هذا. فعندهم دواء تم اعتماده في أمريكا
من عمر ال 12 وفوق. طبعا اللي نطمح له احنا كاطباء انه يكون عندنا علاجات معتمده للاطفال، الاطفال حالتها تختلف عن عن الكبار، لذلك كل حاله دائما نقول علاجها الطبي يتفصل حسب ظروف الحاله، ما في علاج يعمم على كل الحالات، بالاخص في حالات الاطفال لابد من الجلوس مع الوالدين ونقاش الموضوع، حسب الفائده مقابل الضرر، في بعض الحالات اكيد انا ما ابغي اعطي المريض، يعني في مثلا الكورتيزون سواء عن طريق الفم او العضل. دكتور انا بفهم مثلا عند الاشخاص البالغين الإصابة لها تبعات، لها أسباب، لها مؤشرات. الأطفال في عمر صغير جدا وأحيانا الثعلبة الكاملة، نعم. شو السبب الأول اللي يجب أنه نحن نكون حذرين منه؟ يعني مثل ما ذكرنا بحكم أنه مرض مناعي لا يوجد سبب محدد، لكن أكيد اللي يقدرون يشتغلون عليه الوالدين والأهالي هو العامل النفسي، الثقة. الحين احنا مع بداية المدارس ما نبغي هذا التنمر اللي يكون موجود، حالات كثيرة للأسف الطفل ممكن يكون جالس ويعني منطوي ومنعزل عن الأطفال الآخرين، بعض الأطفال يتوقعون أن هذا راح يعديهم ولا شيء، لا، هذا طفل عادي لا يعاني من أي شيء، لابد من هو بالضبط خلل مناعي لا يوجد لسبب معين، فنتمنى كذلك يعني هني النصيحة الابتعاد عن الأدوية اللي ممكن تضر. الكورتيزون ممكن يطلع شعر لكن ضرره الأعراض الجانبية، نعم الأعراض الجانبية كبيرة، وللأسف هذا شايع عندنا في منطقتنا العربية. دكتور في خرافات وما بعرف في علاجات شعبية طبيعية، خضرة توم، في اللي في حق توم دكتور، هذا 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 ممكن يكون فعال للتغلب ومواجهة داء الثعلبة. بطبيعة البشر تحب الأشياء اللي تستخدمها اللي تكون موجودة في المنزل وفي المطبخ والأقرب والأسهل، نعم، وما في ضرر، بالعكس احنا كأطباء نأيد الأشياء الطبيعية. على سبيل المثال من الأشياء الشائعة وأكيد سمعت عنها الثوم، السؤال هل الثوم ممكن يفيد في علاج الثعلبة؟ الثوم اللي يعمله أنه لما الواحد يفركه يهيج بصيلات الشعر، ومع التهيج نعم ممكن يحفز، لكن في المقابل ممكن يترك أثر أو حرق على الجو، وهذا أشوفها بشكل كبير مثلا حالات مثلا في الوجه، لذلك اللي حابب يستعمل أقول له أنت تتحمل العواقب، واللي حابب يستعمل أنا رأيي يجرب على منطقة صغيرة. أكيد طبعا أنصح بالعلاج الطبي المعتمد وليس العلاج الشعبي اللي ممكن للأسف يكون له تبعات. طب تجميليا دكتور شو الخطوات اللي ممكن تساعدنا على عودة كثافة الشعر بشكل سريع، خاصة لما يكون شخص مثلا في عمل معين، في وظيفة معينة، في مناسبة معينة ويود أنه يتخلص يعني من هذا؟ يعتمد على حجم الثعلبة. على سبيل المثال ممكن أحيانا الثعلبة تبين في الحاجب، إذا منطقة صغيرة في الحاجب أكيد هذا الشخص أنصح أنه يبدأ بالعلاج، ما في ضرر، يقدر يغطيها بالكحل ويمشي حياته ويعالجها. نفس الشيء إذا واحدة عندها ثعلبة بقعية تقدر تغطيها بالشعر. طبعا الإشكالية في الثعلبة الشاملة، البعض ممكن يلجأ للشعر المستعار، أكيد كطبيب أنصح بالعلاج، والحاليا العلاج صار متاح صار آمن. اللي أتمناه كذلك في ناس أبغي يكون في اهتمام أكثر لعانون من الثعلبة، في برا في أمريكا وأوروبا جمعيات لدعم مرضى الثعلبة وأهاليهم. والجميل مؤخرا أنه مشاهير مثل زوجة ويل سميث وأيضا في بلوجر فوز حكيوا عن تعرضهم للثعلبة، وصار فيه أنه يعني ممكن تصير لأي شخص، مش أنه أنا لا صار معي حغطي شعري أو ححط سكارف طول الوقت أو ححط كاب أو ما بعرف أي شيء. دائما نقول إذا عندك مشكلة واجهها لا تخبيها، فأتمنى هذه الجمعيات تدعم المرضى وأهاليهم، أحيانا يحتاجون دعم نفسي. وبعد ما أخفي عليك العلاجات بعد مكلفة، لذلك خلايا جذعية أو PRP من الأشياء، مش العلاجات الأولية المعتمدة، ممكن علاجات خلينا نقول تدعيمية لكن نتائجها جدا ضعيفة. دكتور سؤالي الأخير، كيف أفرق بين انحسار الشعر والثعلبة؟ لأنه الأغلبية بس بيعاني منها بيقول جاتني ثعلبة. لا، الثعلبة مثل ما ذكرنا مكان يكون الشعر فيه مفقود تماما، ممكن بين يعني ليلة والواحد يصحى من النوم بقعة خالية تماما. الانحسار يصير على يعني مراحل، على تدرج، على مراحل، وما يكون في اختفاء تام للشعر. وأكيد طبعا الفحص السريري جدا مهم، حالات كثيرة ما احتاج أي فحوصات، لأنه في أحيانا أشخاص بيعالجوا ثعلبة وبيكون هو فقط انحسار أو عودة شعر إلى الخلف بشكل كبير. هذه بالأخص في النساء مع ربط الشعر أو جر الشعر أو اللي نسميه تراكشن الألوبيشيا، هذه نعم أحيانا ممكن تكون مشتبهة فيها. دكتور لو علي أحاخذ معك الوقت أطول، بس وقتنا خلص. يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا جزيلا. طبعا